بكرة بالتسعة. تأخرتي فريحة. وينك بقى فريحة؟ يسلم. وترنا لك أعصابك أنت كمان، كأنه عم تضحكي. لا، أنا وأمير التقينا أول مرة هون بهذا المشفى، قعدنا برا على الكراسي بالشارع، هذا اللي تذكرته. أنا بكابوس، كيف رح أنسى اللي صار؟ وتطليعات بوشي هي وعم تطلع بالأسانسير، أنا كيف بدي أمحي هذا اليوم يا فريحة؟ كابوس؟ كابوسك أنت يعني؟ جونجا جوا بالعملية بس الكابوس كابوسك أنت، مو هيك؟ لا، أنا ما رح أقدر أعملها، بعتذر كتير، أنا واحد قذر حقير، بس لما بتطلع بجونجا ما عم بقدر شوفها. هي مشان مصاريف المشفى، شو ما لزم، الكود 1903. شو هاد؟ انت عم تتمسخر يعني؟ رح تدفع تكاليف المشفى وينتهي كل شيء مو هيك؟ ما رح تروح من هون يا كوراي، وخذ هي كمان، بس تفيق جونجا بدها تشوفك انت، ما بدها تشوف بطاقة البنك تبعك. شو هالأنانية هي؟ أمير، شو أنت طالع؟ أي أنا طالع. رح تلتقي مع حدا؟ حبيبتك ممكن تكون مرضانة، بصير هيك صدف أحياناً. فريحة مرضانة وكراي ما فاق كمان. شي سخيف ما هيك؟ خلصت؟ ايه حبيبتي، خلصتي. منيح انك هون فريحة. روقي، انا هون. ايه ما بقدر روح على البيت، بقدر ابقى عندك؟ نامي هلا، انا لازم اتصل بامير. فريحة، اساسا اذا بقيت عندك بتريحيني الي. عن جد صرت عم بقلق عليك.
ألو أمير؟ فريحة أنت وينك؟ أنا عم زور رفيقتي لأنه تعبانة ومرضانة اليوم. في شي؟ أنت منيحة؟ لا أنا منيحة، بس يعني كان يوم صعب. قلقتيني عليك كتير. بيجي باخدك، دليني وين؟ أنا لساتني عند رفيقتي. شو رفيقتك ما لها اسم يا فريحة؟ في أنا ما لقيت في داعي لقلك يعني، لأنه أنت ما بتعرفها. جانسو. أنا بالبيت عن جانسو. عصبت كثير وقلقت عليك كثير. بعتذر، معك حق، بس روح على البيت بتصل فيك. ماشي، يلا بحاضر. كيفك حبيبتي؟ هلا لسه في وجع؟ أنا هلا صرت منيحة، ما بدي غير إنه روح على البيت. ماشي، هلا الدكتور رح يعمل آخر فحص ورح يكتب لك الدواء، منروح سوا على البيت. ماشي، رح روح لعندك على البيت. لا، نحن في عنا ضيوف. ما فيني روح على البيت هيك، أمي إذا شافتني رح تبلش بالأسئلة معي، ما بقدر أطلع بعيونها وأنا هيك. إيه ليكو، إذا بدكن تقدروا تروحوا تبقوا عندي بالبيت أنتوا التنتين، اتنيناتكن، أنا بترك البيت. طبعاً أهلكن بيسمحوا لكم، مو هيك؟ لو سمحتي فريحة. انه بيكون نايم؟ أضوية البيت شاعلة. جونجا، انت ما اكلتي شيء ابدا؟ لا، مالي نفس. ما تضغطي علي فريحة. ها، ما تحمل ليكو اجا. لا تدخلي لجوا، خليه يروح، مالي حابه اشوف وشه. فريحه بالاول اطلعي بالعين الساحره، مثل الفندق ما بتعرفي مين ممكن يجي هلا. ماشي، لا تشغلي بالك. أمير على الباب. شو؟ شو هالمصيبة؟ والله هني ايش بدنا نعمل؟ خلينا نطفي الأضوية، أكيد بيكونوا شافوا الأضوية. هاد اللي كان ناقصنا. انت ايدي شوي، انا رح احكي مع كرة. شوي شوي. نعم جانسو. فريحة شو عم تعملي؟ ماني بالبيت، بعدين بحكي معك. هلا صوت. شو مانك بالبيت يعني؟ يمكن بالحمام. معقول؟ رح ضل دق ليفتح. خليني اتصل. ماشي.
اليوم كوراي عم بقول لك هنن هون. يا الله على هالمصيبة. مشان الله عمل أي شيء. إيه ماشي فريحة، أنت سكري وأنا رح أتصرف ماشي؟ هاندا خلص كوراي مو بالبيت. لا بالله شو؟ هاي الأضوية شاعلة بالبيت. وبعدين أنا سمعت صوت مثل رنة الموبايل. ها عم بيتصل. افتح الباب يا ابني. قلي عن أي باب عم تحكي؟ صرنا عندك نحن قدام الباب. صرتوا عندي؟ بس أنا مو موجود. كيف يعني؟ بس أضويتك شاعلة. أكيد أنا نسيت الأضوية شاعلة، شو عرفني؟ طيب أنت وينك؟ أنا ويني؟ قصدي أنا عند واحد من رفقاتي. طيب ليش إجيتوا لعندي؟ نحنا؟ المشاريع القديمة عندها، جينا مشان ناخدهم. على كل ماشي، بكرة رح ندبر الوضع. إيه شو بدي أعمل يا أمير؟ لا تواخذني. لا يا أخي ما في مشكلة. طيب ماشي مع السلامة. شو قال؟ قال ماله بالبيت. كيف يعني؟ هاندا ماله بالبيت. خلينا نروح. منيح مثل ما بدك كوراي بيك. راحوا راحوا. يلا تعي. انا حابه اروح على صاله العرض. ايه منروح شو فيها؟ يي ليكي هدول ليش جايين سوا؟ مين؟ برافو. صباح الخير فريحة، كيفك؟ صباح الخير. وين كنتي؟ كنت كان في زحمة ونزلت من التاكسي وشافني كوراي وجابني لهون. البطل اجى لينقذك يعني مو هيك؟ أنا بنقذكم كلكم حبيباتي. بس أنت مبارح ما عملت هيك. رحت أنا وأمير لعندك. ضو البيت كان شاعل بس ما كان في حدا. ضلينا على الباب. بس غريب ما؟ أنا متأكدة إني سمعت صوت من البيت. يا ترى كانوا حرامية؟ هي إجا أمير كمان. شو هالاستقبال الحلو هاد؟ نحن هلأ التقينا كلنا. لما شفنا فريحة جايب سيارة كوراي استغربنا شوي. كان في زحمة كتير على الطريق ونزلت من التاكسي ووصلني كوراي لهون. لا تنسي، خلينا نروح لبعيد، منسكر موبايلاتنا ومننسى الكل كمان ومنترك كل شيء ومنروح. بس نحن الاثنين بدون أي حدا. خلينا نروح فريحة. بدون الشناتي وبدون الكتب، حتى بدون الموبايل. منطير. ايه منطير لبعيد ومنضل هنيك. يا ريت لو عن جد فينا نطير. لو كنت بقدر اطلع على الكل من السماء.
من محل كتير بعيد. فريحة يلا نروح. أمير ما بقدر. بعرف عم تفكري بأمك وأبوك، بس فريحة خلينا نروح نعيش هاللحظة، وبعدين بس نرجع بتعرفيني على أهلك وبعتذر منهم وقتها. ما بقدر. كتير بدي. عن جد أمير كتير بدي. بحب شوفك بأي وقت أنا بدي، وأطلع معك أيمتى ما بدي، وما حدا يحاسبني على شيء. بس ما بقدر. أمير عن جد كتير بدي. تاكلوا حلو؟ ها؟ فريحة؟ تعالي اقعدي. في ساعتين لموعد محاضراتك. حافظ موعد محاضراتي؟ بالصدفة اطلعت على برنامج المحاضرات. طريقنا طويل. طويل ليش؟ سربرايز. وين احنا هلا؟ قلت لك انه مفاجاه، اصبري شوي. يا الله عن جد ما عم صدق اللي عم تعمله. انتبه. خلص بقى بدي افتح عيوني. ما بصير تغشي. يلا ارفعي اجرك. امير شو هاد؟ يلا يلا كمان شوي. استني شوي وهلا بتشوفي. كتير حلوة مو هيك؟
معقول؟ أمير إنه كتير حلو، يعني اسطنبول من فوق كتير حلو، أن يكون فوق. شكرا كتير إلك أمير. بالسيارة قلنا خلينا نهرب ونطير، وهي هربنا وطرنا. شكرا كثير مرة ثانية. يلا رد. شو في هاندا؟ وينك انت؟ انا كثير اتصلت فيك. انا مع فريحة بالجامعة، منجي بعد شوي. فريحة جنبك؟ امير اتركها وتعال فورا. شو في؟ امير لا تبين لها شيء، تخلص منها فورا وتعال عندي على البيت. شو في هاندا؟ في شيء كثير مهم، وما بدي حدا يعرف بهذا الشيء بنوب. شو في هاندا؟ أنا عم بستناك. صاير شي مهم؟ ما فهمت عليها منيح، بس أكيد صاير شي. أنت ادخلي على المحاضرة وأنا بشوف شو صاير. لا تتأخر عليها خلص. سهلة. شو صاير هاندا؟ فوت بالأول. عم بسمعك هاندا. هاندا هاندا بلشت اتضايق، احكي لشوف. أمير بدي فرجيك على شغلة مهمة كتير، ومو حابة تعرف هالشي من شخص تاني. صاير لها كمان؟ اسأل حالك انت. بدي اسألك شغلة، وين امير؟ هاندا حكت معه مشان شغلة ضرورية وراح. بالله هيك؟
مرحبا شباب. أهلين. 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 مرحبا. أهلا. كيفك يا حلوة؟ أمير. أمير استناني. أمير استناني. ليكو اجا، شو صاير؟ أمير شو عم بيصير؟ أمير شو عم بيصير؟ أمير شو عم بيصير؟ أمير أمير بس فهمنا شو الله يلعنك انت وياه. امير 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 وقف كوراي استنى، انت عم تنزف. اقعد اقعد هون. كوراي لو سمحت. ممنون. كوراي هدي شوي. نلع. فريحة اتركيني. كيف بتصدق هيك شي عني؟ كيف بتصدق هيك؟ شفتكم بعيني فريحة، انت كذبتي علي لما قلتي لي انك بالفندق كنت شايفك قاعدة بالقهوة. انت عم تكذبي علي وانت عم تطلعي بعيوني فريحة، بس انا واحد غبي ما صدقت اللي شفته، ما صدقت اللي شافته عيوني فريحة. صدقتك انت، صدقتكم انتو كوراي وانتي، كوراي وانتي الانسان اللي قلت عنه اخي. امير والله العظيم ما في هيك شيء، ليش ما سالتني انت؟ شو كنتي رح تقولي فريحه؟ شو كنتي رح تفهميني؟ والله والله انا حبيتك لدرجه كبيره، والله حطيتك بمكان كثير عالي وما تجرأت على لبسك فريحه، ما تجرأت حتى بوسك. بس ليش؟ لأنك لأنك أنت قديش كنت غبي. يا خسارة يا فريحة، يا خسارة يا فريحة. أمير لا تروح. أمير Thank you.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.